كنت اشتغلت وعرفت مثلها بقيت للبطوة. أنا يعتبر طلب للأهداف التي نجد بها الدستور الجديد. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم. تسكير سنونها جزاك إليكم. لما بدأ الدكتور شكرا لجنة المنظمة والسادة المحاضرين وكذا الجامع الكريم. أما بعد لدي توجيه لا أقول من سقط فهو أني لا أرى أي مفردة في سيرة المهندس بين الجمال الكريم واللجنة المناظرة. فما كان لي فقط هذا ثم ذكر مثل اما اذا قررنا نرى الكلام على فهم المفاهيم والمصطلحات الاقتصاديه والسياسيه لكل لكن هناك مفهوم له مفهوم بلاغي واسع لا ادري مفهوم الحريه ولكن اي حريه نريدها لهذه المراه حريه تقوم على المقوله الشهيره عندما تبدأ حرية الآخرين. أم الحرية الغربية أم عدالة الإسلامية؟ وهل أشار الصور خطاب كثير للإعلام وخاصة المغربي بأن لا ينشر المكارم من كرامة المرأة ويكون المؤكدات بالنسبة في النسوة وأعلن ما أقول وهو من أسئلة يختلف على أخرجة الأدامة كيف نحمي المرأة أو بعبارة أصح كيف نحد من سكرة الإعلام على من فات النساء خاصة تسويق المنتجات. حقيقة أنا فقط أود أن أضيف توضيحا الفكرة جاءت عن الإسلام الجديد سي مرزوق بن يونس وهو بمناسبة أستاذي أنا شخصيا ومن بين الآباء المؤسسين جامعة الكويت أستاذنا الكبير مرزوق بن يونس وضيفنا واستحق نفسي أن أرحب به إلى جانب رئيس جمعية ساعة الكلمة التي تعرض علينا الأستاذ مرزوق بن يونس حول أن المجتمع المدني أصبح في مركز أو في مرتبة مساوية للمجتمع السياسي بمعنى أن الدستور الجديد أنا لا أتطرق إلى الفصول الفصل أصلا إنما الفصول أو مقتضيات الدستور في مجملها هي تنم عن شكل كبير أو شكل واضح من التوازن بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي. إذا النظرة التقليدية التي تكون عندها عن المجتمع المدني مع نظرة الإقصاء والتهميش وتصادم مع المجتمع السياسي يجب على المكان الآن بوجود أو بمقتضيات الدستور الجديد. إذا التوازن واضح و أردت توضيح هذه الفكرة من أجل أن تتضح نحن أكثر عند المجتمع أفراد المجتمع والفئات المستهدفة التي علينا أن تدرك من الآن وصاعدا أن مئات المجتمع المدني أو الجمعيات لم تصغر لم تعد في مركز الإقصاء أو تهميش أو تصادم مع المجتمع السياسي أو مع المؤسسات الرسمية أو غيرها، وإنما أصبح لها مركز قوي. بمعنى آخر أريد أن أقول أن الثقة يجب أن تكون قوية في المجتمع المدني من أجل النهوض بانتظار الشعب المدني. إذا كانت الأحزاب لها دورها التقليدي المعروف هو تقرير المواطن فالآن في إطار نظرة التشارك التي جاء بها الدستور في كل المجالات أصبح بإمكان المواطن أن ينخرط في المجتمع المدني ويقف بنفسه على سواء في نفس التنمية المجالية أو في نفس التشريع أو التشريعي عن طريق مؤسسة التشريع أو تقديم عرائض المجالس إلى آخره. إذا هذه الفكرة تقدر توضيحها على أن المجتمع المدني أصبح قويا جدا بمقتضيات الدستور 2011
ويجب أن تختاروا في الأذهان المستقيمين أو المستقيمين أكثر من تعليم معنا فعالية المجتمع المدني. وشكرا. ملي كنمشيو ملي كنمشيو للحوايج التطبيقية والإجرائية ما كاين والو، وبالدليل الدستور اللي جا جديد نص على تحشيد المؤسسات، مؤسسات منهم هذا الإنصاف المصالحة، منهم هذا الشباب العمل الجمعوي، ومنهم فينا هما دابا؟ دابا هاد الجمعية شكون غادي يديرو؟ ست شهور عندنا نقاش عمومي، ست شهور عندنا نقاش عمومي، هاد النقاش العمومي فين كاينو؟ ما عندوش الإمكانيات ديالو باش يفتح، نقطة الشهادة هذا من طرف المفتي تكلمنا بأن من بيت السلحة اللي عطاها الدستور في 1939 هو من حق المواطنين والجمعيات باش على مستوى المعنية باش يخدموا بنقطة في جدول الأعمال حول بعض الإنتاجيات اللي كتخصهم ولا مشاكل ولا واش ما كاينش الاستاذ المرزوقي هو استاذ ديال القانون كنحكوا ونشهدوا له وبهذا المناسبة كنحيوا كذا لأن هاد المجالس المحلية والجماعات القروية والمجالس المنتخبة الأعضاء اللي كاينين في المعارضة الأعضاء المنتخبين هما ما كيحبوش يديروا نقطة في شؤون الأعمال وبالأحرى وكاين نصوص اللي تنظيمية اللي في الصالح ديالهم اللي كتنص بطاقة جماعية ولا قوانين أخرى اللي كانت عندهم آليات عندهم آليات يقدروا يحطوها علاش ما كيفعلوا هادشي؟ حنا كنحضروا الدورات على المستوى هذا ومستوى هذا حنا كنحضروا الدورات ما يمكنش النقط اللي كتطرح إما كتطرحها الأغلبية ديال الرئيس ولا كتطرحها السلطة نقطة أخرى نقطة أخرى إلى هنا هاد النقطة كنقولوا إلى المواطن ما كانش يدير حتى في جدول الأعمال كيفاش غادي يمشي للبرلمان ويطرح ويقول ولي المواطن ولا الجمعيات اللي حتى هي هي التشريعية واش هادشي واش هادشي أنا ما كنتكلموش في الواقع لأن دابا البرلمانيين اللي هما عندهم دور رقابي ودور تشريعي الفرق البرلمانية ما كتكلمش الدور ديالها لأن الفرق البرلمانية شكون المؤسسة التشريعية كيف هي المؤسسة التشريعية؟ كاين مؤسسة تشريعية مؤسسة ملكية عن طريق الظواهر الملكية وكاين البرلمان ولكن في الواقع البرلمان ما كيقومش بالدور ديالو إذا كاين الأستاذ المرزوقي هو كاين مشاريع القوانين عندنا كنعرفو مشاريع القوانين ومشاريع القوانين أغلب القوانين المشاريع اللي كتفتح كتفتح الوزارة بمعنى السلطة التنفيذية هي اللي كتدخل كتكفي هنا مصر وما كانش لها قسم اختيار الصور بمعنى هذا الدستور ما كانش فيه قسم اختيار الصور اللي ما كيكونش الحريات شنو هذا باش ما كنطولوش ها نزيد واحد النقطة أنا واحد النقطة غير كتخص المجتمع المدني المجتمع المدني ما كيشتغل على تكون عندي واحد الرؤية الرؤية التنمية بصفة عامة هذا الرؤية اللي كتقاطع مع السياسات الحكومية اللي كاينة والأشكال ديال التسيير الموجه وشكرا الصلاة والسلام على أشرف المرسلين شكرا للأعضاء الجمعية تاع المجتمع الوعية الصحراء شكرا للأساتذة الأفاضل كيف بالنسبة لنا نقول ما أحوجنا لمثل هذه الندوات اللي كنتمنى تكرر في هذه المدينة متواضعة هذه المدينة الفرنسية لأن السكانة نتاع المدينة كنتمنى من الجمعيات الفاعلة والجمعيات الملتزمة أن تقوم بمثل هذه الندوات حتى يمكن إنفاذ ما يمكن إنفاذه فعلا كانت هناك مداخلات ولكن بالنسبه لكل منطقه كما كنقولوا عندها الخاصيه ديالها فالمنطقه تاع تاوريك معروفه بالنسبه تاع الامنيه عندها الامنيه متفشيه وهنايا كنسالوا واش هاد الجمعيات واش هاد الجمعيات قايمه بالواجب الواجب اللي مفروض عليها بالنسبه لنا هناك جمعيات ملتزمه واحد الكتاب
كان المغرب كيعرف هناك جمعية السهول والبحار وجمعية في الوقت اللي كانت الجمعية الملتزمة كتوجد واحد الصعوبات باش يمكن هذه الأنشطة. الآن انقلب السحر على الساحر. ظهرت مجموعة تاع جمعيات. وهذه الجمعيات ربما يمكن واحد كيكون عندك في جمعية وكتطير له من جمعية أخرى وكتمشي لجمعية أخرى. إذا كيفاش بالنسبة لنا غادي نتعلموا وغادي نعقلوا هذه المجتمعات اللي كينتظرها. إذا قلت بأن هناك الأهمية المدرسية كان كذلك بالنسبة لما قلنا واش بالنسبة لهذه الجمعيات الملتزمة اللي كتبقى مثلا عراقيل لدى السلطات لدى المهدية ولا الإقليمية اللي كتعقد الأنشطة ديالها كيفاش يمكننا نتفاداو أو نتفاداو هاد العراقيل في الوقت اللي كان طالبوا بالنسبة لنا كنقولوا يمكن باش يمكن هذه الجمعيات تمشي بواحد القفزات نوعية خصنا نرتبوا البيت ديالنا. إذا ما كانش هناك ترتيب للبيت الداخلي للجمعيات فما يمكنش نوصلوا للهدف المنشور. وشكرا. الجمعيات كامل المقاطع الوضعية صفحة كبيرة. شكرا للأساتذة الأفاضل والكبار. أنا عندما كنشوف حاليا الكل أصبح كيراه الشباب في المجتمع المدني. لا كاين يمكن نطورنا كشباب يعني تعلق ربنا وصلح لنا في العمل الجمعوي. لو كنتي تحت قرينا وقضينا عدة أستاذ قضينا عدة دورات تقنية تعلقنا عرفنا كيفاش نوردنا في البروجي تاعنا عرفنا كيفاش تحنا نتسايرو عرفنا كيفاش تحنا ناخذوا الحق ديالنا. لو كنتي تحت كنوجدوا شي بروجي ولا كنقولوا كنطوروا فيه جميع الأبواب كنلقاو الأبواب في وجهاتنا كشباب مسدودة. لكن هنا حنا حاليا في اطار قصور تم الاقرار مجلس الشباب والعمل الجمعوي. لكن لم نتمكن من حد الان ايصال ممكن كشباب جمعوي لهذه المؤسسه الدستوريه والتي كنا نامل ان تفتح دورها عاجلا لانقاذ ما يمكن انقاذه من جمعيات تعرفها بجديتها وانجازاتها لكنها اصبحت معرضه للتشتيت بفعل غياب الدعم المادي واللوجستيكي من الجهات المسؤوله. دابا حنا وصلنا لدورنا كشباب ولا نعرفو في المساجد ولا نعرفو في الجيل. اي باب كنطلقو كنلقاوه مسدود كلشي هنا حنا كشباب. واش من حقنا تحنا في العمل الجمعوي ولا ما شفتوش انا؟ الى كنقرا يا استاذ كنشوفو تحنا قريبه كيفنا كيف الناس تحنا عرفنا تحنا تسايرنا وربينا في العمل الجمعوي سكينا من مؤسسه الى مؤسسه. والان اصبحنا مع الراضي بالتشتيت ان الشباب ما كاينش غير اللي كيفتح الباب في وجهنا. وشكرا استاذ. السلام عليكم. اشكر الاجابه والرياض على حسن القيامه. ولي شكرا للاساتذه من الاساتذه. استاذ السبايك والتحديثي ما العلاقه بين الاسلوب الجديد والنظام القديم فيما يخص التشكيل الاداري؟ وما الاضافه التي جاء بها لصالح المراه المغربيه والطفل وعاء وبالاحرى الشباب المغربي في نفس Thank you.